مرة تانية من خلال إدارته الفنية لفريق الوحدة، هل هو من الناس اللي بيعتمدوا على النجوم ولا بيعتمدوا على تصعيد ناشئين؟ يعني في المنطقة دي كان إيه تصرفاته؟ هو كابتن بيسيرو عنده في الوقت اللي كان فيه في الوحدة كان عنده مجموعة من اللاعبين صغار ومجموعة من النجوم، عمل خليط جدا مميز مع الفريق ما بين الشباب والخبرة، ما لغى دور الشباب وأيضا ما لغى دور الخبرة. فأعتقد العمل كان معنا خلطة يعني كويسة جدا يعني. كويس. طيب فيما يتعلق بمسألة الانضباط، سواء الانضباط السلوكي أو الانضباط التكتيكي، النادي الأهلي بيعج بالنجوم، هل هو عنده قدرة على أن هو يحط كل نجم في مكانه حتى اللي ما يشاركش ما يعملوش صداع؟ نعم، هل هو أنا متأكد منها. عارف كيف يدير العمل داخل الملعب وخارج الملعب. يعني ما عندوش حتة ان ممكن نجم ما يلعبش يعمل له صداع؟ لا 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 لا، هو عارف طريقة التعامل وتعامل مع أندية كبيرة قبل نادي الوحدة في السعودية في البرتغال، وأعتقد الحتة هذه ما مش مزعجة بالنسبة له هو. يعني حاجة طبيعية يعني ما يعني هو ما قادر، ما أتوقع أنه راح يكون فيها خلاف. نعم، يعني قادر هو على التعامل مع النجوم سواء اللي بيشتركوا او اللي ما بيشتركوش. نعم، ومسألة الانضباط الفني داخل الملعب او السلوكي داخل الملعب هذه من النقاط اللي هو يعني مركز عليها بصفه كبيره يعني. معانا كان البرنامج يمشي على حسب ما هو يحطه يعني. زي ما هو حاطه. طيب البعض بيقول انه بيسيرو طرقه في اللعب طرق دفاعيه، هل هو بالفعل كده خلال محاضراته وأدائه؟ لا بالعكس، انت دائما المدرب دائما يعتمد على المجموعه اللي موجوده معاه. التيم اللي عندك شو يقدر يعطيك؟ شو امكانيات الفريق؟ اكيد هو بيلعب على امكانيات الفريق اللي موجوده معاه. اذا كان فريق مثل نادي الاهلي المصري فريق كبير، فريق يعج بالنجوم، ممكن تخلط فيه الخلطه اللي انت تحتاجها يعني. فبالتالي كل مدرب على حسب الامكانيات اللي موجوده عنده، واعتقد ان نادي الاهلي امكانيات ما شاء الله كبيرة جدا. لحظات الانفعال الخاصة بيه امتى بينفعل يا استاذ عبد الله، وانفعاله بيصل الى اقصى درجة بيصل لايه؟ لا هو الانفعال عنده عادي كبير. الانفعال عنده لما حاجة في انضباطية فنية يعني تختلف غير اللي هو طالب منها منك، هذه عنده قمة الانفعال. ينفعل بقوة، يحب الفوز دائما، ما يحب الاخطاء اللي هي خارج عن خطه الفريق. يعني هو دائما تفضل، يعني مدرب طموح جدا جدا، يحب الفوز بطريقه غير طبيعيه. يعني هو بيصر على الانضباط التكتيكي وفقا للخطط اللي هو بيحطها للفريق. بالضبط. نتائجه بشكل عام مع نادي الوحده استاذ عبد الله، يعني النتائج بشكل عام هل كانت مرضيه لجمهور نادي الوحده؟ والله بالنسبه لنا احنا اول سنه عمل معانا فيها بيسيرو عملنا فيها وصيف الدوري، كان بالنسبه لنا احنا التارجت مالنا احنا نبني فريق يكون منافس على بطوله الدوري. ما كنا مطالبين باول سنه ببطوله الدوري على حسب اداره النادي. عملنا وصيف دوري كان يعني عمل ممتاز جدا، خاصه في من الناحيه البدنيه والتكتيكيه كان على اعلى مستوى. ما توفقنا في السنه اللي بعدها يعني بحكم ظروف الاصابات لعيبه المنتخبات وهذا. بالتالي كان رؤيه لاداره النادي بالتغيير بيسيرو. جميل. اقدر اسالك كان راتبه قد ايه يا استاذ عبد الله؟ والله هذه حاجه بينه وبين الاداره. عندك حق. حتى احنا ما اعلنا عنها في تمام، وانا بحترم الاجابه دي اكيد. انا بشكرك استاذ عبد الله. الوحده السنه دي ترتيبه الكام لغايه دلوقتي؟ والله احنا لسه عملنا اكثر من اربع جولات في الدوري، لسه الدوري لسه بادي، وبالتالي كل الفرق متقاربه. احنا تقريبا ترتيبنا الثالث الحين بيننا وبين الاول ثلاث نقاط مش اكثر يعني. ثلاثه نقاط فقط لا غير. نعم، المتصدر بيننا وبين ثلاث نقاط، لسه الفرق كلها متقاربه، اربع جولات في الدوري لسه الدوري بادي يعني. لا لسه بادي. كبدايه للوحده اعتقد الحمد لله بدايه مرضيه، مدرب عندنا ماشي بعمل وفق خطط الاداره. معاكم مدرب اجنبي اعتقد؟ نعم، هذا مدرب مكسيكي اجيري. من
مدرب مكسيكي اجيري ده منتخب اجيري مكسيكي. تمام. طيب انا بشكرك يا استاذ عبد الله، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.